نجمة تركية تصدرت القائمة، تعرف على أجمل 10 نساء في العالم 2021. شملت قائمة أجمل 10 نساء في العالم والتي أصدرها موقع وندرليست نجمات من جنسيات مختلفة. وقال الموقع المتخصص في تحضير لوائح في مجالات مختلفة إن هؤلاء النساء هن أجمل نساء العالم في عام 2021 وشغفات ويعملن بجد من أجل التفوق في مجالاتهن، مما يجعل منهن مصدر إلهام للجميع. وشملت القائمة هؤلاء النساء اللاتي كان من بينهن نجمة بوليود، ديبكا بادوكون، وبرينكا شوبرا. إيميلا كلارك، حلت النجمة البريطانية إيميلا كلارك في المرتبة العاشرة في قائمة أجمل 10 نساء في العالم، وهي ممثلة اشتهرت بأدائها العالي، عرفت بأعمالها الإنسانية وخاصة مساعدتها ودعمها للممرضات في بريطانيا. لين يون، وجاءت لين يون في المرتبة التاسعة، وهي ممثلة وعارضة صينية من مواليد 1996، وقد حققت شهرة واسعة من خلال دورها في فيلم ميرميد، كما شاركت في أفلام ديزني والفيلم التاريخي جينكيز خان. كاترين لانغفورد جاء ترتيبها في المركز الثامن، وهي ممثلة أسترالية ولدت في عام 1996 وعرفت بدور هانا بيكر في مسلسل 13 سببا الذي تم عرضه للمرة الأولى على نتفليكس في 2017، والتي تلقت فيه ترشيحا لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثلة. بريانكا شوبرا، استطاعت ملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا أن تحجز مكانا ضمن قائمة أجمل نساء العالم، وحلت هذه المرة في المرتبة السابعة، وقد حازت شوبرا لقب المرأة الأسيوية الأكثر جاذبية لعام 2018 من قبل صحيفة إيسترن آي في لندن، وشوبرا من أشهر ممثلات بوليود، وقد فازت بالعديد من الجوائز. نانا، وحلت في المرتبة السادسة مغنية الراب وعارضة الأزياء الكورية الجنوبية نانا إيم جيم آ، التي بدأت مسيرتها الفنية عام 2009 وهي عضوة في فرقة أفتر سكول. ديبيكا بادوكون، احتلت ديبيكا بادوكون الممثلة الأعلى أجرا في بوليود المركز الخامس في قائمة أجمل 10 نساء في العالم، وتعتبر هذه الممثلة أيقونة للأناقة في الهند، وتحتل المرتبة الأولى في قوائم مختلفة لأجمل نساء الهند. أنا دي أرماس، حازت الممثلة الكوبية أنا دي أرماس لقب رابع أجمل امرأة في عام 2021، وتعمل حاليا في هوليود، وتعتبر واحدة من أكثر النساء إثارة. سيلينا جوميز، احتلت نجمة ديزني السابقة سيلينا جوميز المركز الثالث في قائمة أجمل نساء العالم لعام 2021، وتعد سيلينا من أكثر النجمات شهرة والأكثر متابعة على إنستغرام في العالم. وخلال مسيرتها المهنية حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة ALMA وجائزة الموسيقى الأمريكية وجائزة MTV وجائزة اختيار الجمهور وغيرها الكثير. ليزا سوبيرانو، ممثلة فلبينية أمريكية بدأت مسيرتها من خلال مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام، وحققت الشهرة بعد أن لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي إلى الأبد مع إنريكي جيلا، وقد تصدرت النجمة قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017. هاندا أرتشيل، تصدرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل البليغة من العمر 27 عاما قائمة أجمل النساء لعام 2021 في العالم. اشتهرت هاندا في العديد من أدوارها وخاصة بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس، وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال أذربيجان عام 2012.